هذا المنزل المدمر يعود إلى قائد المقاومة في محافظة الجوف الشيخ حسن أبكر، الذي صنفته الخزانة الأمريكية إلى جانب الشيخ عبد الله فيصل صادق الأهدل ومنظمة رحماء ضمن الممولين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. سلوك نظر إليه طيف واسع من أبناء اليمن على أنه استهداف ممنهج للمناهضي الانقلاب والمقاتلين في صفوف الشرعية والمساندين للنظام الانتقالي في البلاد، وقرار صادم بكل المقاييس يعيد إلى الأذهان سلسلة الإجراءات المدانة التي اتخذت من قبل الخزانة الأمريكية من قبل بحق شخصيتين يمنيتين معروفتين هما الدكتور عبد الوهاب الحميقاني أمين عام اتحاد الرشاد ونايف القيسي محافظ البيضاء. قبل عام ونصف دمر الحوثيون وقوات المخلوع صالح منزل الشيخ أبكر في مديرية الغيل بمحافظة الجوف وقتلوا نجلي شقيقه، حينها كان شريك الانقلاب قد بدأ معركة الاستيلاء على الدولة، وهي المعركة التي انتهت بسقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014. هذا العمل الإرهابي تغاضت عنه الإدارة الأمريكية بل دعمته وشجعته ولا تزال تقدم الإسناد السياسي المفضوح للحوثيين، وكان آخر مظاهر هذا الدعم مبادرة كيري الأخيرة التي وضعت الحوثيين في مقابل التحالف العربي وأقصت تماماً الحكومة الشرعية للبلاد. لا حدود واضحة للمعايير الأمريكية في تصنيف ما هو إرهابي وما هو غير إرهابي، ولا توجد أرضية مشتركة تجمع أمريكا ببقية دول العالم يمكن على أساسها التفاهم حول معنى متفق عليه للإرهاب. تنال المقاومة الشعبية للعدوان الإرهابي الميليشياوي المدعوم من إيران عقاباً لا تستحقه، على الرغم من أنها تعمل تحت سقف الدولة والنظام والقانون وتواجه الإرهاب الذي يروع المدنيين ويقتلهم ويجرف كل مظاهر الحياة، لكن أمريكا لا ترى في كل هذه الجرائم إرهابا لأن الضحية ليس أمريكيا، هكذا بكل بساطة. أخيرا أدعو أهل الجوف إلى ترسيخ وجود الدولة ومساعدة السلطات الشرعية والجيش الوطني على استتباب الأمن والأمان وتغليب المصلحات العامة وحشد الجهد والطاقات من أجل نماء وازدهار محافظة الجوف. لن يكون الحسن أبكر المكلوم بفقدان أقاربه هو الضحية الأخيرة، فالقائمة مفتوحة على كل الاحتمالات الأمريكية السيئة، والسؤال هو ما الذي يتعين على الدبلوماسية اليمنية أن تفعله بإزاء هذه التجاوزات البعيدة عن كل الأعراف التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق المواطنين اليمنيين؟